مساءكم خير. احنا كده بنتحسس الطريق واحنا بنتكلم عن حاجة هي الحقيقة احنا بنتكلم عنها طول اليوم، كل يوم كل يوم واحد فينا على الأقل في أي جلسة بيتكلم عن الغلا وعن الأسعار وعن اللي مش قادرين نجيبه واللي مش عارفين نجيبه واللي بنحاول نجيبه، دي حاجة طبيعية. لكن نفضل نقول كده طول الوقت، لكن لما نيجي عند الجواز تلاقي انه الزواج وهو المنظومة اللي انت عاوز تأسسها، مجتمعك عايز يحافظ عليها، كلنا مصعبين على نفسنا الحكاية بشكل قاسي جدا. يمكن الظروف الاقتصادية تبقى تحدي جديد علينا، ويمكن التغيرات في الأسعار تبقى تحدي جديد علينا. بعض الناس هتشوف انه هيصعب عليهم الحكاية، وبعض الناس ممكن تكسر الدائرة وتقول إنه الظروف الاقتصادية لازم تغير المنظومة دي كلها، وتحديداً منظومة تكاليف الزواج. إحنا النهاردة بقى نحكي في التفاصيل. إحنا متشرفين إنه معانا دكتور حسام صالح استشاري العلاقات الأسرية. مساء الخير عليك يا دكتور. مساء النور عليك وعليكم جميعاً. أهلاً بيك. والكاتبة الصحفية الأستاذة هناء عبد الفتاح، أهلاً بيك يا أستاذة هناء. أهلاً بيك. هبتدي بقى ladies first، يعني هبتدي مع أستاذة هناء على طول. بتشوفي انه الزواج اصعب محطه في الاختيار، ولا القدره الماليه، ولا القدره النفسيه، من واقع خبرتك كده؟ لا، الاختيار طبعا دي هي مش محطه، عشان هي قبل اي حاجه. المحطات اللي بعد كده هي اللي كلها صعوبه. الاختيار ده لو ما فيش اختيار مش هنكمل بقيه المحطات يعني. فهي سلسله من المعاناه، عشان احنا بنصعبها على نفسنا جدا. ويعني بنت خالتي جابت كذا، لا انا لازم اجيب كذا، وبنت عمتي يا لهوي ده الناس تاكل وشنا لو ما جبناش 50 حله و60 بطانيه وحاجات زي كده. فبنصعبها قوي قوي قوي، وممكن ندين ونستلف ونمدي وصولات امانه ونتحبس في الاخر، وبعدين ندخل البيت نكتشف ان احنا اهتمنا بالحلل والبطاطين والمعالق والكوبايات، وما اهتمناش بدراسه الشخصيه نفسها. ما ركزناش في الحاجات الاهم. وبعدين نكتشف ان ايه ده اللي احنا عملناه، لا ده غلط. وبعدين بقى معاناه تانية، سلسله معاناه تانية في الانفصال وفي محكمه الاسره. فهي سلسله من المعاناه، لان احنا اصلا ما بنبقاش محددين اولوياتنا صح، ما بنبقاش عارفين ايه الاهم فالمهم كده. بنحط حاجات مكان حاجات مش صح. فكره ان انا ابقى مركزه على ان انا ازنق نفسي واجيب حاجات انا في غنى عنها وانا مش محتاجاها، وامشي على ورا موروثات لمجرد ان كل الناس بتعمل كده. دلوقتي فكره انك ترشد وتعرف تجيب بس اللي انت محتاجه ما بقتش اختياريه وما بقتش رفاهيه، ده بقيت مجبر عليها. لان الاسعار اتضربت تريبل في كل حاجه، فانت مش مجبر، مش ما عندكش رفاهيه انك تجيب اللي انت عاوزه. انت عندك بس انك تجيب اللي محتاجه. بالظبط. يعني انا هاخد من كلامك بس يا استاذه هناء فكره انه انك تجيب اللي محتاجه بس بسبب الظروف الاقتصاديه. عندي خبر حلو، يعني عايزه اروح لحضرتك بقى تصلح لي، انه اصلا اذا كنا بنقلد يعني، فدايما اللي بيقلد بيقلد طبقه اعلى منه. الطبقات الاعلى ثقافيا وماديا بتنتهج فكره المينيماليزم، او اقل حاجه، اجيب اقل عفش في البيت عشان البيت يبقى شكله احلى، اجيب اقل حاجات محتاجها عشان حالتي النفسيه تبقى احلى. هل ده مظبوط؟ يعني اذا كان في نموذج، يعني يا استاذه هناء فتحت لنا نقطه مهمه، اذا كان في نموذج نقلده، ما تقول لنا كده يا دكتور، هو الطبقات الاعلى بتعمل ايه وهي بتتجوز؟ لاحسن احنا فاكرين ان الاعلى بيدفع اكتر او بيشتري حاجات اكتر. اللي حاسس بغنى داخلي وغنى فعلي وثراء نفسي وعنده سعه نفسيه، مش محتاج يثبت انه غني بالمشتريات او بالممتلكات، مش محتاج البس كذا او احط مش عارف مجوهرات بالشكل الفلاني او ساعات بشكل فلاني عشان اثبت ان انا عندي فلوس، او اصرف كذا او اجهز ابني بكذا او بنتي بكذا عشان ابان كذا. انا مش محتاج ده، مش محتاج اثبت لحد. لكن اللي مشغول ان يثبت ده هو جواه عدم قناعه بالكفايه. فاللي كمان بيدور ده عند الاخرين مركز على الماديات، فالنتيجه ان بيجذب نموذج مركز كمان على الماديات او على المظاهر. وبنشوف ان الزيجات اللي اتصرف عليها ملايين والناس ظنت انها اكتملت الاسباب بتاعتها للنجاح بتفشل سريعا خلال شهور او وقت قليل جدا، وده بيتكرر كتير في الواقع. وبنشوف المشاكل دي لان كان التركيز على الصوره، هو اختار صوره وشكل وهي اختارت صوره وشكل وامكانيات ماديه. النتيجه ان البناء اتهد لان ما كانش فيه اختيار صحيح، ما كانش فيه تركيز
أنا نجاح الزواج ما كانش فيه تركيز على أن الزواج أصلاً فكرة مشاركة وتأسيس أسرة. وكمان حصل عندنا في الفترة الأخيرة حاجة ابتدت جميلة، اتحولت لحاجة عكس الطبيعة وعكس الأديان كلها وعكس المنطق. أن الأسرة بتاعة الزوجة كانت بتحاول تساعد الزوج عشان الاثنين يتجوزوا، اتحول الموضوع أنها بقت وكأنها طلبات، أن لازم منها أنا هتجوز بنتك، طيب هتجيب لي إيه؟ ده مش طبيعي. طبيعي ان انت كزوج انه عايز يتجوز هو يجهز الاساسيات بتاعته وهو كمان اللي يدفع معه. لا بقت الزوجه بيبقى اهلها بيبقوا غارمات وبيبقوا غارمين عشان ان هم يجوزوها، وده عكس الطبيعي في كل البلاد العربيه وفي كل العالم. طب ايه الطبيعي؟ ما هو ده بقى يعني يعني خط بس الفيصل. الطبيعي بتاع البشر ولا الطبيعي بتاع الناس الاهالينا في الاقاليم ولا الطبيعي بتاع المدينه؟ وكل طبيعي من استطاع منكم الباءة فليتزوج، اللي يستطيع يتجوز. انا بقول لابني كده، انا عملت كده، بقول لابني كده وبقول لبنتي كده، بقول لابني لما تقدر تتجوز تقول اتجوز، لما تقدر تشيل مسؤوليه نفسك وتقدر تشيل مسؤوليه حد معاك تقول اتجوز، ما تجيبش حد تعزمه معاك. تقدر ماديا ولا نفسيا؟ الاثنين، تقدر على كل المستويات. انا بس تشمل الاثنين يعني. والبنت كمان ما تتجوزيش حد مش جاهز، لان لو الجوازه ابتدت بديون هتخرب، لان بقى فيهم ضغط وتوتر وعندهم مشاكل لان هم مشغولين بالصوره. اصل احنا ما حدش هيقدر. يعني انا ساعات بفكر، وهرجع لك بقى استاذه هناء في النقطه دي، انا ساعات بفكر في اي شاب في بدايه حياته مرتبه حتى كويس يتجوز ازاي يعني اذا ما حدش ساعده. تمام. فهو احنا سؤالنا حقيقي النهارده، هو ما ينفعش الجواز يبقى بسيط لدرجه انه شخص اتخرج من الجامعه واشتغل شغلانه كويسه وفتاه كويسه اتخرجت من الجامعه واشتغل فيعرفوا يتجوزوا، نعرف نوصل للطبيعي ده؟ انا عايزه افهم ايه المشكله لما انا ما اقدرش اجيب دي، اقول مش هقدر اجيبها واجيب اللي اقدر اجيبه بس. يعني ايه اللي هيقلل مني لما اقول ما عنديش فلوس اشتري دي؟ ايه المشكله؟ مش فاهمه ليه لازم ده يجي وده يجي ليه لازم. مفيش حاجه اسمها لازم، مفيش حاجه اسمها لازم. في حاجه اسمها لو هنفكر نفكر بواقعيه شويه ونستوعب المعطيات والادوات اللي معانا عشان ما نغرقش. يعني انا لما جيت اسس بيتي انا الشخصي ما فرشتوش كله، فرشت اللي قدرت افرشه، جبت ماء الحد الادنى من الحاجات اللي تخليني اعيش كبني ادمه طبيعيه في البيت. بس في عندي مكان فاضي في البيت ما فرشتوش، ايه المشكله؟ ولو كتير سالوني ايه فسايبها فاضيه ما عنديش اجيبها، ايه اللي يقلل مني ان انا اقول ما عنديش اجيبها؟ ليه ما نعممش ثقافه ان انا ده هعرف وده مش هعرف؟ عملت الفنانه نشوى مصطفى ونوجه لها التحيه حمله ازاي تعيشها صح في رمضان، كانت من الحاجات العظيمه جدا واتمنى تكون مستمره على كذا ايتم. يعني ان بتقول لك ليه نوفر في الاكل ازاي وما نهدرش وما نرميش اكل. اتمنى يكون ليها جزء تاني نتكلم فيه عن عن عن, عن الموضوع اللي حضرتك بتقولي. يعني ايه اللي ينفع نتنازل عنه في المرحله الاولى؟ وانا خليني قبل ما نرجع لاجابه هذا السؤال نبتدي بس بالشبكه، يعني مساء الخير كده من رايحين نقرا الفتحه يعني فهنروح نقرا. انا اللي انا بسمعه ارقام مرعبه، فكره اللي بالجرام ولازم وانا عايزه يعني اللي عايز يشرح لي بقى حكايه لازم يبقى اجيب لها 80 جرام، دول بيتجابوا ولا بيتكتبوا ما اعرفش. بس اقصد انه في بعض الاحصاءات قالت ان متوسط اسعار الشبكه في مصر ده قبل ما الذهب يغلى من 15 ل 25000. طبعا انا عارفه الناس كتير هتسمعني تقول لي ده كلام بسيط قوي، من 7 ل 10000 جنيه. اقصد هي الشبكه بكام؟ فيها في حد ادنى؟ نبتدي كده نقول ان احنا بنتفق هندفع كام عشان نقدر نكمل جواز. تعالوا نشوف التقرير ده ونشوف الناس اتكلمت كلام مثالي ولا اتكلمت كلام واقعي. الشبكه كشبكه طالما جرى العرف في سابق الزمن ان في شبكه ما ينفعش نلغيها. والله انا مع الغاء الشبكه لانها حاجه بجد الشباب، يعني الشاب مننا على ما بيجهز شقته بيكون نفسه انقطع. ان المقتدر كل واحد للزواج اقلهن مؤونه اكثرهن بركه. موضوع الشبكه دوت هديه، دي حاجه رمزيه، يعني حاجه رمزيه بتقدم للعريس لعروسته هديه مش اكتر. يعني انت شايف دلوقتي الشباب معظمها ظروفها تعبانه، فالحاجات دي ممكن بيبقى هم اولى بيها، بيعملوا بيها حاجات تانية في جهازهم وفي شققهم وبيظبطوا بيهم نفسهم. لو هتتلغي يبقى انا اول واحد المؤيدين باذن الله. لا طبعا الغاء الشبكه دي حاجه اول حاجه بيهدي العريس اللي العروسه بيها، دي اول حاجه. مش لازم تكون حاجه عاليه قوي، تكون حاجه ايه في حدود مقدرته. بنتي قالت والله يا ماما احنا يعني لو لقيت انسان كويس مناسب
انا مش عايزه الذهب، ايه الذهب اعمل بيه ايه؟ حتى ممكن لو تفهمنا اجيب الفضه احسن. ممكن تتلغي بس على حسب مقدره العريس، يعني لو هو معهوش ان هو يجيب شبكه خلاص ما يجيبش، ممكن تبقى دبله بس. لا، ضد الغاء الشبكه، دي فرحه للعروسه، هديه اساسا وده عرف يعني كده. بس ممكن ايه حاجه يسيره سهله يقدر الشاب يقدمها. انا رايي ان هي هديه العريس للعروسه، فهي ما لهاش معيار او مقياس معين، مثلا ب 100,000 ده تقديرا لقيمه العريس او كده، فهي هديه في الاول وفي الاخر. يعني انا بصراحه مع الغاء الشبكه بجد. يعني طب اعترف اعتراف، انا ما شفتش التقرير ده قبل ما نبدا، بس قبل ما نتكلم اتكلمت مع دكتور حسام واستاذه هناء وقلت لهم انا ما نفسيش اكلم الناس الاكبر مننا سنا مع كامل الاحترام ليهم، لانه اكيد مش هيغيروا رايهم، لكن انا متاكده ان الصغيرين هيغيروا رايهم، وده اللي احنا شفناه في التقرير بالظبط، انه الكبار قالوا لا ما نلغيش، والصغيرين قالوا لا لانهم حاسين يمكن اكتر بالمشكله. دكتور حسام، عندما ياتي التغيير واللي انا متاكده انه هيحصل، بيجي منين؟ مين الفئه العمريه اللي تقدر تعمل تغيير؟ غالبا بيكون اكتر من الشباب، غالبا من الفئه اللي حاسه بالمشكله، غالبا من الفئه اللي عندها احتياج للتغيير، لان دلوقتي بقى بيتعارض مع نظام حياتهم واحتياجه انه يكون اسره وانه يستقر وكده، فبيبتدي يحس بالضغط ده، فبينقله للوالدين، فبيبتدوا تحت الضغط ده يبتدي يتجاوبوا او يفهموا او يستوعبوا، لان احنا لما نعقد الجواز ونصعبه النتيجة ان احنا بنبوظ وحدة المجتمع اللي هي الأسرة اللي بتبني المجتمع واستقرار الشباب ونفسيتهم، ونخش في مشاكل علاقات الغلط والسلوكيات الغلط والتعديات الغلط وكل الظواهر اللي بتظهر نتيجة لده. موضوع الغاء الشبكة او ان احنا نخليها، لا نعمل كده ولا نعمل كده. نخلي الشبكة ميسرة في حدود الاستطاعة والإمكانيات. لو انا مقتنع بالشخص دوت اقبل الشبكة اللي في حدود إمكانياته، ما غاليش. المشكلة في المغالاة. لكن طبيعي من حقها ان يكون ليها شبكه مناسبه. بس ما اقولش بقى دي هديه العريس للعروسه وتعبر عن قيمتها. أيوة، هنا بقى المشكله. بص انا بحلها وبقفلها. لا، بتعبر عن المقدره بتاعتي. اجمل شيء ان انا احس ان الشخص قدامي بيحاول يعمل افضل حاجه يستطيع يعملها. يعني ممكن انا مثلا ممكن شخص مثلا عنده مليون جنيه ويطلع جنيه، يبقى كده غير لما شخص بيملك جنيه ويطلع جنيه. صحيح. فالفكره انا قدرتي ايه واقدر اعمل ايه وانا حابب اعمل. صحيح. ايه، فلما اعمل حاجه في حدود امكانياتي بما لا يتعارض مع استقرار بيتي ومع حياتي، فانا بعمل ده بشكل كويس، لان الغرض ان احنا نطمن ان الاسره دي هتنجح والبناء ده هيكتمل. بشوف ده في المشاكل الاسريه، يعني زواجات كلفت كتير جدا ما كملتش سنه، حاجه تزعل. وهم كانوا لسه وبقى في بيبي وبقى في طلاق وبقى في مشاكل وبقى في عقبات. ده احنا في نتيجه لسه بندفع اقساط الحاجات وبتطلعنا للاسف. وبزعل جدا لما بشوف مثلا على السوشيال ميديا او ناس عارضه فرش جديد جدا، لسه حد لسه متجوز بيعرض كل فرش والموضوع انتهى ودخلنا في مشاكل وبقينا بنبيع الحاجه. طيب ليه؟ طب الجواز زمان كان ناجح. ما انا عايز اسال حضرتك، هل لان انا متجوز اصلا باعباء ماديه ونفسيه؟ جواز لان التركيز اكتر على الماديات، ما بقاش اكتر على الناحيه الانسانيه ولا على اختيار الانسان ولا على نجاح الجوازه. والمقارنه، نقطه المقارنه. صحيح. بقت زياده قوي 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 في عصرنا، وبننبهر وبنصدق قوي السوشيال ميديا ان حد بيتباهى او واحده بتتباهى او واحد بيتباهى بتكاليف جوازته او بشكل فرحه او بكذا. للاسف بشوف مشاكل ان مثلا ممكن واحد او واحده كل اللي شغله عن الجواز الفرح، شهر العسل، فستان الفرح وشكل الفرح والبارتي والدنيا دي هتبقى عامله ازاي، وممكن نعمل كام بارتي مع ان دي حاجات ممكن نستغنى عنها تماما ويبقى جواز نجح. وده اللي هساله حضرتك كده قبل ما نطلع فاصل بسرعه جدا. ايه اللي يمكن الاستغناء عنه؟ ايه اللي ممكن نستغنى عنه؟ ينفع نقول كده قائمه سريعه بالحاجات اللي ينفع نستغنى عنها؟ النيش ده اول حاجه لازم تتنسف تتدمر. يعني النيش ده دمروا النيش يا جماعه. النيش ده جواه ثروه يا استاذ. يعني انا اول ده حاجه ده طقم الصيني لوحده ده ثروه. وكل محتوياته، يعني النيش بكل محتوياته لازم يتلغي. ايه تاني؟ كل حاجه زياده، كل حاجه زياده ما بنحتاجهاش، كل حاجه مش كل حاجه مش هتبقى في اليوميات بتاعتنا. قولي لي حاجات، خلينا نفكر كده. النيش موافقة. الأطقم الكتيرة اللي بتكدس بيها الملايات الكتير، مش كده؟ يعني في ناس بتجيب بالخمسين 15. لا ده بالخمسين وبالستين، ده هنا في القاهرة في في الأرياف حاجة تانية بقى. لا يعني كل حاجة إيدي مش هتستخدمها،
بشكل ديلي ما تلزمنيش، واللي ما معوش بشكل عام ما يلزموش. ليه اقعد ارهق جهازي العصبي وانام مش عارفه انام عشان اقعد افكر انا هجيب ده ازاي عشان ابقى زي، مش عايزه ابقى زي حد، انا عايزه ابقى زي نفسي، انا يهمني البني ادم عشان هو ده اصلا. انا لو اخترت البني ادم غلط كل اللي انا اتدينت عشانه وتعبت اعصابي عشانه ده هاخده وامشي وهلمه في حته كده هيبقى كوم تراب في الاخر. ففي اهم من الكلام في الحاجات دي خالص. الناس المفروض تنفض دماغها من الضغوط العصبية اللي هي في الآخر ملهاش أي لازمة. احنا نفكر في الحاجات هي دي هتمشي ولا مش هتمشي، الناس ده هينفعه ولا مش هينفعه، الراجل ده والست دي هتنفع ولا مش هتنفع، هو ده أهم حاجة. أنا بعد نروح لفصل بسرعة كده، لكن بعد الفصل لازم أسأل يا جماعة منين هنجيب الشجاعة لأول كابل أو أول اتنين بيتخطبوا أو بيتجوزوا هيقولوا لا لكل التقاليد المرهقه دي، يعني هنجيب الشجاعه دي منين؟ وهنفكر بقى نشوف لها حل. يعني احنا عايزين بعد الفاصل نرجع نعمل سيناريو كده نقول لو انا وخطيبي قررنا نتجوز في بيتنا هنبيض الشقه وهنجيب مطبخ حلو واوضه نوم لذيذه واوضه ليفينج، حد يقدر يعمل كده؟ فلو مش شايفيننا ومتابعيننا قولوا لنا لو حد يقدر يعمل كده حتى على السوشيال ميديا. وانا هسال بقى ضيوف، ينفع ناس تبتدي تعمل كده وتقول ان احنا مش هنجيب غير دول ولا ما ينفعش؟ بعد الفاصل. الجواز مشروع مكلف، وفعلا مشروع مكلف، لكن لازم يبقى مكلف من وقتي ومن مجهودي ومن طاقتي ومن قدرتي على التغيير والمرونة عشان أقدر أبني حياة. لكن هو الحقيقة احنا بدلنا بقى التكلفة دي بتكلفة تانية مرهقة جدا جدا، وهي التكلفة الاقتصادية. شئنا أم أبينا، وزي ما كنا بنتكلم مع ضيوفنا الأفضل، الحياة اتغيرت، وشئنا أم أبينا في حد هيجي يكسر الدائرة المؤسفة بتاعت الأمهات الغارمات والأم اللي بتمضي على نفسها شيكات علشان بنتها تتجوز. لازم حد يكسر الدائرة دي، أبداً كسرها مش هيفضل بأننا نفضل ندفع لكل أم غارمة دفعت فلوس جهاز بنتها وتفضل الدائرة مستمر. السؤال بقى إزاي نمكن الناس أنها تعمل ده؟ عايز أرجع لك يا أستاذة هناء، لو أنت بتنصحي اتنين بيتجوزوا والاتنين متفقين والدنيا معهم كويسة جداً، لكن أنا مش هقدر أعمل كده أصلا أهلي هيشوفوا البيت، أصل أمي وأبويا طلباتهم كذا، يكسروا الدائرة إزاي؟ لا، الكلام ده محتاج شجاعة طبعا، ومحتاج إصرار، ومحتاج إرادة، ووجهة نظر تكون قوية تتقدم وتطرح بشكل كويس جدا. يعني لو فضلنا ماشيين على نفس النمط اللي حاصل، علاقات كتيرة جدا مش هتكتمل وهتبوظ، وناس كتيرة جدا مش هيكملوا مع بعض، لأن يعني بقول لحضرتك الظروف الاقتصادية دلوقتي كل حاجة بقت تريبل. فلو مفيش، لو في اتنين متفقين على ان هم يرتبطوا بس مش عارفين يواجهوا العادات والتقاليد ازاي، لا لازم يكون عندهم شجاعه واراده، ولازم يواجهوا ويتكلموا ويصروا على موقفهم، ولما يطلع غيرهم وغيرهم وغيرهم الامور هتختلف. مفيش تغيير بيحصل بين يوم وليله طبعا، بس لازم 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 يلاقي ناس شجاعه تبدا وتتكلم. وهي مش الموضوع مش صعب على فكره، ليه؟ لان الاهالي مش عايشين في جزر منعزله برضو. يعني خلي بالك الاهالي برضو اللي بتنزل تجيب حتى الحاجات متطلبات الحياه العاديه دلوقتي بتجيبها غاليه جدا، فاقل كلام ممكن يغير المعتقدات مش بصعوبه. يعني مش هيبقى في يعني صراع اننا لا لا مش صراع، لان الحياه بقت صعبه. دكتور، ليه دايما الجواز في المجتمعات الأوروبية تحديدا أسهل بكتير وقرار الزواج صعب رغم أن الجواز عندهم سهل ماديا؟ يعني احكي لي العلاقة العكسية دي. هم هناك التعامل اختيار، هم عارفين أن عندهم فكرة الارتباط دي فكرة مهمة جدا، فبيحترموا جدا فكرة الاختيار. لكن لما بيختاروا بيقتنعوا بالشريك الحياة اللي اختاروه بيبتدوا من البداية. دي المشكلة اللي عندنا، إن إحنا عايزين نبتدي من النهاية وبنقارن أنفسنا بالآخرين، بنت خالتي عملت كذا وابن خالي عمل كذا ومش أقل من فلان. موضوع إن أنا أبتدي بحياة بسيطة الأساسيات. تعالوا نشوف الجوازات الناجحة كانت إمتى. زمان نسبة الجوازات الناجحة كانت أكتر، دلوقتي نسبة الزواجات الناجحة أقل، مشاكل الطلاق زادت، ودي أرقام وإحصائيات وده واقع بنشوفه، بسبب ان احنا عايزين نبتدي من النهايه، مركزين على الماديات، مركزين على المقارنات. طيب بره بيركزوا على اساس اختيار الشخص
وبعد ما بيختاروا الشخص بياخد وقت كبير جدا على ما يختاروا بيتعاون ان هم يأسسوا الحياه وبيبتدوا واحده واحده ممكن بخاتم بسيط جدا بيبتدوا الجواز بتاعهم ويبتدوا هم الاثنين يتعاونوا ان يكونوا بيتهم مش طرف متعمد ان هو يحمل على الاخر. ازاي نكسر المنظومه اللي احنا فيها دي؟ محتاجه ان احنا يكون في اب شجاع وام شجاعه يقولوا احنا امكانياتنا كذا وظروفنا كذا ما تدعيش وما احطش نفسي فوق طاقتي والاسره الثانيه كذلك ونكون واقعيين وهنبتدي من البدايه دي وكلنا ما حدش وصل للمرحله اللي بيتمناها من جوازه من اول يوم بالعكس خدنا مراحل على ما اتطورنا وقدرنا نعمل لكن لما بنضغط نفسنا بنكبر الموضوع جدا في ناس بقى بتبالغ لازم 20 حفله فاتحه وخطوبه وشبكه وكاتب كتاب وجواز ممكن كل دول يتلغوا وتبقى حفله عائليه صغيره جدا ادي تكلفه مهوله طبعا الافراح في بعد كده زمان كانت حلوه جدا كانت جميله جدا بيبقى ليها ذكرى لطيفه جدا وبتبقى ميسره جدا ومحبوبه جدا طيب وكمان بعد الجواز مش عارف كم شاشه وكم كذا وكم كذا وكم كذا ايه موضوع الاحتياجات دكتوره كل اوضه فيها شاشه الكلام ده كل اوضه من اول الجواز بقى بيشترطوا دلوقتي ومش عارف لا وبيشترطوا كم بوصه كمان وكذا هل دي اللي هتحقق السعاده هل دي اللي هتخلي اتنين يبقوا مبسوطين طيب الفكره بقى عايزين كمان احسن من بيت الاب والام طب هما الاب والام وصلوا للليفل دوت نهار يعني في يوم وليله ولا خدوا المراحل بتاعتهم الفكره بمنتهى البساطه ان احنا نركز على اختيار الانسان نركز ان احنا نسهل ونبسط اجراءات الجواز ما نقارنش نفسنا بحد لان كل حد ليه ظروفه وتجربته الخاصه الابناء كمان ولادنا بقى نربيهم صح ان الفكره انا مش عايز ابتدي من النهايه واحصل على كل شيء مقابل لا شيء على فكره هو مين اللي بيتجوز في الحاله دي مين اللي بيتجوز الاهل مين اللي بيأسس البيت الاهل مش الابناء انا عاود ابني وبنتي ان الطبيعي انا باخد المراحل بتاعتي ببني بيتي زي كل البشر وكل المخلوقات في كل الثقافات لكن احنا ابتدينا نخترع حاجات اصعب مما نستطيع تنفيذه فبنصعب الموضوع فالنتيجه الاثنين بيبقوا داخلين منهكين مضغوطين بالاعباء وبيفشلوا فبينهاروا بسرعه جدا وبيصطدموا ببعض بسرعه جدا لان هم ركزوا على الصوره وعلى المقارنات وعلى الصور البوستات الجميله في السوشيال ميديا اول كام شهر وبنلاقي النتيجه بتاعتها مواقف محزنه ومصايب بنشوفها في الاستشارات وبنشوفها في المشاكل الاسريه والحوادث كمان بسبب الضغوط الماديه وانهيار الحياه الزوجيه بسبب غياب الموده والرحمه اللي هم اساس بناء الزواج واساس بناء اي علاقه انسانيه ولكن التحدي بين الاسرتين والتحدي بين الطرفين ان مين هيدفع التاني اكتر وانت هتجيب لي ايه اكتر وانت هتعملي ايه اكتر وانت هتعملي ايه اكتر بيخلي الاثنين بيبقوا داخلين مضغوطين العقول لازم تتحرر العقول لازم تتحرر من الافكار اللي يعني اتراكم عليها اكوام الصدق وخلاص مش هينفع تكمل لا انا عندي بس سؤال انت مع ولا ضد مثلا انه المشاركه في الجواز والاتفاقات الماديه تبقى بين العريس والعروسه مش الاهل شايفه ان ده ممكن يحصل لا مش ممكن يحصل لان في ناس بتتجوز في سن صغير ما تقدرش توفي بالالتزام الكلمه اللي هتطلع منها ما تقدرش توفيها يعني لو جنبنا الاهل جانبا وبنت عندها 23 سنه بتتجوز هي ازاي تتربط منها كلمه ان هي انا هجيب كذا وانت هجيب ممكن يكونش عندها مصدر دخل اصلا فمش هينفع الاهل هم اللي لازم يلتزموا بس الاهل لو عايزين يسطروا اولادهم كده ويعيشوهم حياه كده يعني فيها موده ورحمه وحاجات زي كده عقولهم لازم تتحرر ولازم يكونوا ما يبصوش لحد ولازم يكونوا باصين هم واخدين مين مش واخدينه بايه او مش ايه اللي معاه لا لان في النهايه البيوت بتبقى مقفوله على اللي جواها سواء كويس مقفول على اللي جواها سواء وحش مقفول على اللي جواها العفش مهما كان غالي ومهما كان ما اعرفش جايبينه منين عمره ما يخلق حياه سعيده ومهما كان بسيط ممكن تبقى معاها حياه سعيده فمش ده المقياس خالص والجواز كعلاقه بين اسرتين مش بس شخصين مهم قوي ان الانطباعات الاولانيه دي هتدوم فما يحس ان الاسره الثانيه او تحس الاسره الثانيه بيضغطوا عليك ماديا فانت داخل اوريدي الناس شايله من بعض فبيرجعوا يصطدموا ببعض بعدين كل يعني معظم الجوازات الناجحه بنفتكر ان مثلا ان هو فاكر ان بابا العروسه مثلا قال كذا بابا العريس قال كذا وكان متعاون جدا وكان متفاهم جدا عن امكانيه ان الاباء يفضلوا في دورهم العظيم بتاع المحبة والمودة والاهتمام والرعاية ويخرجوا من فكرة النزاعات المادية ما هي دي برضو بيبقى فيها قدر كبير قوي من التدخل
ولو انا الاب ابو العريس مثلا اللي بشترط على ابو العروسه وبالتالي الاتفاقات بينا، فازاي احنا بنطلب من الشباب يكسروا الدايره ويقولوا لا مش عايزين كذا؟ تغليب العلاقات الانسانيه عن الجوانب الماديه. لو ده الاساس هنتفق، لو ده الاساس هنتعاون، دايما هيبقى في حد مننا عنده مقدره اكتر من التاني. مش دور ان انا اتكبر بقى على الطرف التاني وبالغ في الاشتراطات، دوري ان انا ادعمه او ابسط عليه. لما النيه تبقى التبسيط والتيسير وان انا اكون اسره وان انا اسطر اتنين وان انا اوفر لهم حياه كريمه، هيبقى الموضوع ميسر من الطرفين، هتلاقي الطرفين بيتنافسوا في ده. لكن لو لقيت من الاول ان المنافسه ماديه والضغوط ماديه، في حاجه غلط. لا، واصلا يا دكتور فكره ان ننحي الاهل جانبا، ما ينفعش ولي الامر اللي ربى وكبر وعلم اقعد انت على جنب وانا هتفق في الجوازه. انا بطلب في الختام، لا انا بالعكس انا بدور معاكم على حل، على حل يخلي الاثنين دول يتجوزوا ويبقوا سعداء والاهل يفضلوا بصورتهم الحلوه ويخرجوا بره الخلافات. ادينا روشته سريعه كده واحنا بنختم. لو قلت اتحرر، الناس ترضى، الناس تعيش ابسط، الناس ما تتكسفش من اوضاعها الماديه، اللي معاه حاجه ويقدر يقول هعملها هعملها، معيش ما يلزمنيش، ولا شيء يعبني ولا شيء يقلل مني، ولا ليا دعوه ببنت خالتي ولا ليا دعوه ببنت عمتي، انا ليا دعوه بدخلي انا وباللي انا هرتبط بيه وبامكانياتي. بس الانسان لازم يكون واثق في نفسه. بس هو ده دكتور افضل حاجه انت شايف انها ممكن تحل ازمه تكاليف الزواج؟ التوقف عن المقارنات، التوقف عن التركيز على الماديات، التركيز كويس جدا على الاختيار، التركيز على انجاح الزواج وانجاح العلاقه والترابط بين الطرفين واختيار الاسره المناسبه والشخص المناسب اللي انا هرتبط بيه. ولو بانت المؤشرات من الاول ان في حاجات غلط، فدي مؤشر ان هيحصل مشاكل بعدين. اراجع نفسي واشوف القرار الانسب عشان احنا الاسرتين والطرفين يبقى تركيزهم اسعاد الزوجين دول ان هم يكونوا اسره ناجحه. لكن لو اتنازعنا على الجوانب دي، ده مؤشر ان بعد شويه هتلاقي الصدى بتاع الكلام ده. لان الحقيقه في الجواز الاساس موده والرحمه والتفاهم بين الزوجين، وان انا اعلم ابنائي ونربيهم على كده، ان الاساس ان احنا نبتدي من البدايه وليس من النهايه. لو انا ضغطت ان انا عشان احصل على كل شيء هنتجوز، هنعمل ايه؟ بالظبط. لما كل حاجه انتهت هنتجوز بقى احنا فاضيين بس نتخانق مع بعض. لكن بنسعد وما نزعلش ابدا ان بدايتي تكون بسيطه، ونفتخر ان بداياتنا كانت بسيطه، وبنشوف ناس كتير بتفتخر وبنسعد بيهم، وبنشوف قصصهم بنفتخر بيهم ان احنا ابتدينا بحاجات بسيطه جدا ونجحنا ان احنا كوننا بيت. دي قصه نجاح. فكل حاجه من دول بتكون سعاده وقصه نجاح مختلفه لكل مرحله. جبنا كذا، عملنا كذا، طورنا كذا، فحققنا بنفسنا مش ناس تانية اللي حققته لنا، احنا اعتمدنا على نفسنا. انا بشكرك يا دكتور. وبكرر شكري دكتور حسام صالح استشاري العلاقات الاسريه والكاتبه الصحفيه الاستاذه هناء عبد الفتاح. شكرا. نورتونا. شكرا. انا عارفه انه هنتكلم ونفضل نجرر تاني وندور تاني على طرق وحلول، وهيفضل التغيير حاجه صعبه جدا. لكن بذكر التغيير عايزه اشجع بقى اي حد بيتفرج علينا النهارده، اي اتنين بيتجوزوا وقرروا انهم يكسروا دايرة العادات والتقاليد التقيلة عليهم دول، يعزمونا كده ويقولوا لنا تعالوا صوروا بيتنا، لأن احنا عملنا بيتنا بأقل التكاليف رغم ان كانت العادات كذا. نفسي حد يعزمنا العزومة دي ونروح نصور كده ونقول ان في نماذج حقيقية من الناس قالت عملنا فرح حلو لكن مش غالي، عملنا بيت جميل لكنه مش مليان زحمة وكراكيب وحاجات احنا مش محتاجينها. في توجه عالمي، نفسي اي اتنين بيتجوزوا زي ما هم بيقروا كده عن الجواز وبيقعدوا يدخلوا على جروبات ياخدوا استشارات زواجيه، يقروا عن حاجه اسمها كده المفيد والاساسي. المفيد والاساسي ده توجه عالمي الناس كلها بتروح ليه، انه اعيش بس بالمفيد والاساسي، الاقل اكثر. انا شخصيا سعدت جدا بكلام النهارده واستفدت بشكل كبير حتى في اللي جاي مش بس في الجواز. اشوفكم ان شاء الله على كل خير. دي كانت حلقتنا النهارده من التاسعه.